ما سن انتهاء الحضانة للصبي وللفتاة؟ ما مدة بقائهما مع الأم وإن علت أو الجدة في الشرع وفي القانون؟ لا أعلم نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع المدة الزمنية التي تمكثها الفتاة الصغيرة مع الأم أو يمكثها الولد الصغير مع الأم، إنما هي أقوال متعددة. فمن العلماء من قال تبقى لسبع سنين لحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ومن العلماء من قال إلى أن يدرك ويخير، إلى أن يدرك ويخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل مع امرأته يختصمان في ولد، فقال النبي مخيرا الولد خذ بيد أيهما شئت، فهذا قول ثان في الباب. وقول ثالث وإن كان القائلون به قل أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني وإن تقدم به العمر، لكن كنص بعد بحث جهيد في هذه المسألة لم أقف على نص ثابت في هذه المسألة يحدد السن التي عندها تنتهي مدة الحضانة، إنما هي أقوال فقهاء وليست بمجمعة على قول واحد. ومن الفقهاء من يقول ننظر إلى الصالح للولد أو إلى الصالح للبنت، فالصالح للبنت يفعل، الصالح للولد يفعل، هذا اتجاه من اتجاهات الفقهاء. أما إذا تزوجت للأب أن يطالب به، للأب أن يطالب به. ثم خلاف من الأولى بعد زواجها، هل الأب لقوله أنت حق به ما لم تنكحي، أم أم الأم؟ لكن إذا قلنا ليست هناك أم والمرأة تزوجت، فالأب يأخذه، إن كانت هناك أم للأب أخذت الولد. لكن متى ينتهي سن الحضانة ويؤول الولد إلى أبيه؟ لا أعلم في ذلك نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما استنباطات من أحاديث وأقيس على أمور، والله أعلم. ومن هنا أيضا مسألة تلحق بهذه المسألة، لأن الناس أحيانا يتصارعون ويتنافسون على الأولاد الصغار من أجل التركة التي وراءه. فمثلا قد يموت رجل وله تركة كبيرة ملايين مثلا، فيبدأ الصراع على الوصية على الطفل. الأم تقول أنا أحق بالوصاية، الأم تقول أنا أحق بالوصاية، والعم يقول لا أنا هي لها الحضانة لكن ليس لها الوصاية. فيبدأ صراع أحيانا بين العم وبين الأم، أو أحيانا بين الجد، يتنافسون من الأولى بالوصاية. فأيضا بعد البحث في هذه المسألة النصوص فيها الخاصة شحيحة، لكن الأقيسة كبيرة. فمثلا من العلماء من يقول الجد أولى بالوصاية، الجد لأب، لقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، فيكون الجد أولى بالوصاية من الأم الوصية على المال. وأقوال متعددة طبعا، تتدخل بعض الدول بأجهزتها المالية كالحسبي وما الحسبي لرصد الأموال، لكن أحيانا من الذي يتخاطب مع الجهاز الحسبي أيضا؟ هل الأم إذا احتاج الولد شيئا أم الوصي؟ فالنصوص في هذه المسألة أيضا شحيحة. وقد تتبعت هذه المسألة مع بعض القضاة في مصر وخارج مصر في عدة دول، أسأل عن نصوص ثوابت في هذه المسألة، فكانت كلمة أكثرهم على أن القاضي ينظر في المصلحة. فقد تأتي الأم بقراء توضح أن العم المتصارع معها على الوصاية سفيه، وأنه لا يحسن التصرف، وأنه مدين ويخشى منه،
أو قد يأتي العم بقرائن وإثباتات تثبت أن الأم ليست برشيدة وأنها فعلت كذا وفعلت كذا وستستغل الأموال لصالحها، فعلى حسب القرائن التي تحتف بالمسألة والقاضي يقرر، والله أعلم. أما القانون الوضع الحالي لا أدري عنه شيئا، اسأل أهل القانون.